السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة من تلفزيون جمهورية جنوب السودان. شاركت دولة جنوب السودان مؤخرا في ملتقى قمتي الكوميسا وقمة البحيرات العظمى التي انعقدت بدولة يوغندا عاصمة كامبالا. صرح بذلك السيد جارانج دينغ وزير التجارة والصناعة فور وصول مطار جوبا اليوم قادما من دولة يوغندا، وأكد سيادته أن القمتين ناقشا القضايا المتعلقة بكيفية تطوير خدمات الاستثمار والتجارة بدول شرق أفريقيا بجانب التطورات الأمنية بدولة الكونغو. وأضاف سيادته اهتمام الدول لتقديم الدعم المستمر من قبل المستثمرين والبنوك التجارية لتطوير وتحسين خدمات الاستثمار، مستعرضا التحديات التي تواجه التجارة بدول الكوميسا. الكهرباء أو الطاقة اللي هو موجود في هذه الدول ممكن يساعد في تنمية الصناعات وتنمية التجارة. البنوك إذا كان في تسهيلات تجارية للتجار الصغار برضو ممكن يكون بنية كويسة للتنمية التجارية في هذه الدول. وأخيرا موضوع بتاع التكنولوجيا، كيفية التجارة عبر إي جوفمنت أو إي كوميرس أو إي تريد. وفي ذات السياق أكد السيد جارانج انضمام دولة جمهورية جنوب السودان لعضوية قمة البحيرات العظمى، مبينا أهمية العضوية في حل قضايا الأمن والاقتصاد بالبلاد. تم قبول عضوية جنوب السودان في منظمة البحيرات العظمى، وهذا شيء جميل جدا بالنسبة لجنوب السودان أن نكون أعضاء في هذا المنبر أو في هذا المنظمة، لأنه في قضايا كثيرة جدا، قضايا أمنية، قضايا اقتصادية، قضايا اجتماعية بتناقش في هذا المنبر. الحاجة الأخير أنه في كوميسا تم تأجيل توقيع بتاع جنوب السودان لمعهد بتاع الكوميسا أو اتفاقية كوميسا، لأنه لسه في أشياء فنية جنوب السودان لسه ما عملها، فنحن لما نتمنى أنه السنة الجاية جنوب السودان هيكون عضو في الكوميسا. أدان السيد سايمون كون فوتش حاكم ولاية أعالي النيل الهجمات المتكررة التي تشنها القوات السودانية على المناطق الحدودية للولاية مؤخرا، وأبان سيادته في تصريح للتلفزيون لدى وصوله إلى جوبا اليوم أن تلك الهجمات تعتبر انتهاكا لاتفاق أديس أبابا الموقع مؤخرا. أحيانا لدينا بعض المشاكل مع عدد من الميليشيات في حدودنا مع دولة السودان، خاصة في منطقة سنار. تأتي إلينا ما يسمى بالقوات المسلحة السودانية وتعتدي على حدودنا، لكن قواتنا ردتهم SPLA. أنا لا أعرف لماذا هاجموا قواتنا ولدينا معهم اتفاقية تعاون بيننا وبينهم. نحن نرى أننا لسنا في حوجة للدخول معهم في مثل هذه الأحداث. وفي سياق منفصل، أوضح حاكم ولاية أعالي النيل أن العمل بمصفاة ثانغريال في مقاطعة ملوط بالولاية يسير بصورة جيدة، وأشار سيادته إلى أن الأسواق بالولاية تشهد استقرارا ملحوظا. طبعا تعرفون بأن رئيس الجمهورية كان قد زار منطقة بالوج للوقوف على تسهيلات الجارية للبترول، وكل شيء جاهز والناس على أتم الاستعداد والمسائل تسير 100%. والشيء الآخر على مستوى التنمية بالولاية وهي مسألة المصفاة، وكان رئيس الجمهورية قد وضع حجر الأساس في التجريال، وهي عملية مهمة جدا لنا في جنوب السودان لأنها سوف تساعد المواطنين. أكد السيد ريزك زكريا حسن حاكم ولاية غرب بحر الغزال استقرار الأحوال الأمنية والاقتصادية بالولاية. جاء ذلك في التصريحات الصحفية التي أدلى بها في مطار جوبا الدولي عقب وصوله للمشاركة في ملتقى حكام الولايات الجنوبية، وأشار سيادته إلى أن أسواق الولاية تشهد استقرارا من ناحية توفر السلع وثبات الأسعار. غير في غاية التمام باستثناء بعض المسائل الإدارية اللي أنا بفتكرهم تتحل في إطار بتاعة إدارة الولاية، القوات وما شابه ذلك. الناحية الاقتصادية يعني السنة دي يمكن من أفضل السنوات بالنسبة لنا في الولاية، مع إنه الطريق مقفول لسه والعربات ما بدأت تنساب لجوا، لكن الوضع مستقر في الأسواق والبضائع متوفرة، وبصورة عامة الحياة يعني ما بطال، يعني ده الشكل العام اللي عندنا
برضو المسائل السياسيه نحن اول امبارح افتتحنا المجلس التشريعي في الولايه وفي المداوله بتاعت المجلس التشريعي، يعني نحن حسينا بانه ده حيكون ده دعم كبير واستقرار برضو للولايه. عقدت لجنة تعبئة المرأة وإعادة التنظيم بالحركة الشعبية اجتماعها الأول أمس بجوبا برئاسة السيدة مارسا مارتين رئيسة اللجنة التسييرية الانتقالية، وجاء الاجتماع تحت شعار المرأة في الحركة الشعبية تعمل على بناء وطن حر سالم ومزدهر. وشارك في الاجتماع عدد كبير من قيادات المرأة بالحركة الشعبية، وهدف الاجتماع لتقديم شرحا وافيا حول أسباب تكوين قطاع المرأة بالحزب وكيفية تفعيله هذا. وأكدت السيدة أنجلينا تينج حرم نائب رئيس الحركة الشعبية ضيف شرف الاجتماع دعمها الكامل للجنة، مشيرة إلى أنهم كنساء قطعوا عهدا لاتخاذ الخطوة اللازمة لبناء الأمة. I want to pride myself to say, you know, I know, let us show the example, you know, the policies of the party, لمن وال vision والmission وده كله. لما زول يمشي على أدنى مستوى هو بومة. لو سأل أي مرة موجودة في Women League عن SPLM mission, vision, policies, major policies وكده، المفروض that woman should be able to say it بروتانا حقها. باللغة حقها بتاعت المحلية. This is the difference between us and the ANC, South Africa. يمكن يكون عندهم مشاكل, that is true. لكن في ANC, any policy matter, لو ما مشى grassroots, when the grassroots own it, it is difficult for it to be adapted. في أي مستوى تلقى member بتاع ANC, they know exactly what the ANC is all about. تسألهم عن ANC, سياسة ANC مثلا تجاه زيمبابوي, they will tell you. Somebody in the village, at the very basic unit of the party. And ya jamaa, I don't want us to underrate ourselves. Ana ma daerna bordo nagushu nafisna kulma wakid nihna nagula nihna nuswan unity ukida. Unity ma kalam khashum. Unity ma is slogan. Unity de shugul. في أي حاجة تبتعملوا you must examine your motives. نظم مجتمع لانغو بجوبا اليوم الاحتفال السنوي لمجتمعهم، ويأتي هذا الاحتفال والعام يشارف على الانتهاء، حيث يهدف الاحتفال إلى زرع روح الوحدة بين أبناء القبيلة الموجودين بالخارج وليحافظوا على ثقافاتهم وأنشطتهم من أجل الأجيال القادمة. انطلق أمس بمدينة جوبا فعاليات الموسم الجديد لاتحاد كرة اليد، وأكد السيد عبد الله فيليب أغوستينو الأمين العام للاتحاد في تصريح للتلفزيون أن انطلاقة الموسم جاء بعد توقف دام زمنا طويلا، مبينا أن الاتحاد أكمل استعداداته للمشاركة في جميع البطولات الإقليمية والدولية. احنا كاتحاد بتاع كرة اليد كان نشاط بتاعنا كان واقف لفترة من الزمن، ولكن احنا استأنفنا التمرينات، وعشان كده احنا ادينا دعوة عشان يجي يزور الميدان بتاعنا بتاع التمرينات عشان يجي يشوف انه النشاط بتاعنا مستمر خلاص حتى الآن.